يا لطيف قلتوا في شو هلعبوا دبنا لشو ولع هالحضيت؟ اي والله دبنا. ليكي قالوا لي انك بتعرفي تبصري. ايه بدك؟ يا ريت. اوف 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 فنجانك اسود منهنا خالص بالمره. قلب بيتك ملبك مشاربك وشايفيتك ضايع كان في شي هيك شغلك بالك بس ما بتحبش تقول لحدا مزبوط؟ بف مزبوط. عندك إشارتين من بعد عندك فسحة بياض. الله يطمنك إن شاء الله. أنت مرتاح بحياتك؟ مبسوط؟ مبسوط بس أنا قلبي بيقول لي إنك مش مبسوط. باسط كل الناس اللي حواليك بس أنت من جواتك مش مبسوط. طيب أنا مش مهم. أنت مبسوطة؟ هلا أنا بخبيش عليك إني مش مبسوطة وصرت تعرف ليش، يعني بتعرف قصة خيي كلها. أنت ليش ما تجوزتي لهلا؟ ليش يعني تهرب من خيي؟ يمكن. لا أنا إذا ما حبيت وغرقت لشوشتي ما بتجوز، حتى لو كان خيي بيطبق بنيع بيبزقني الدم وبيضربني قتل كل يوم. مهضومة. أنت ما حبيتي ولا مرة بحياتك؟ إذا قلت لك لا بكون عم كذب عليك. حبيت مرة واحدة. طيب ليش ما تزوجتي؟ لأنه توفى. الله يرحمه. أنا ما كان قصدي ذكرك والله. لا خلص قطعت قصة قديمة ونسيتها يعني. الله يرحمه. من وقتها ما عاد رجعتي حبيتي؟ لا مش لأنه بديش، لأنه ما لقيت الشخص اللي بيستاهل. طيب وأنت؟ تقليش ما حبيت ولا مرة؟ لا حبيت. أيوان كم مرة؟ لا مو كم وحدة، حبيت مرة وكنا رح نتجوز. ليش يعني شو صار؟ مشاكل عائلية. ايه لك ما كملنا التبصير بصوم. ها؟ ايه بالنص.